أتوقع إن شاء الله بحلول عام 2030 راح ننتهي من زراعة 7.5 مليون شجرة. الناس راح تحس بأريحية في المشي تحت الظل الكثيف، وبالتالي تستطيع التنقل، تستطيع تستخدم النقل العام. فوائد المباشرة إن شاء الله بإذن الله راح يخفض من درجة الحرارة، درجة حرارة المحيط من درجة إلى درجتين مئوية، يحسن كثير في البيئة، بيخفض من تلوث الهواء بالغبار، بيزيد من التواصل الاجتماعي لأفراد المجتمع، أيضا بيحسن من الجانب الصحي. شيء حلو وفخورين حنا فيه بصراحه، حتى بعد يعطينا طابع نفسي يريحنا كل ما نشوف الاشجار. يعني الحمد لله انبسط كثير، انا الحين ماشي علشان الاشجار بصراحه.